المتابع أمانة للسياسة العامة للدولة في الفترة الأخيرة من سنوات، والمتابع لأغلب المشاريع الحكومية وبعض، مع الأسف، بعض القوانين النيابية التي تطرح من خلال مجلس الأمة، يجد أن الحكومة سائرة أو ماشية باتجاه بيع البلد للتاجر حتى تتخلص من يعني ضغط النواب ومن ضغط المواطنين في تحقيق متطلباتهم وفي تحقيق مستلزماتهم. هذه قضية مهمة، وكانت هي أحد أسباب يعني ترشحي لمواجهة مثل هذا الكيان التجاري اللي قاعد يسيطر على الدولة مع الأسف في السنوات الماضية والسنوات الحالية القادمة. وراح يكون هناك في اعتقادي يعني بعد سنوات يستمر هذا النهج وهذا التخطيط المدروس من بعض المتنفذين مع الحكومة، راح تكون أو راح يكون الشعب الكويتي في المرحلة القادمة بين أما فئة غنية قادرة على استملاك الدولة، أو الشعب الآخر راح يكون مع الأسف موظف عامل تحت هذه أو هذا الكيان التجاري. في حال وصولي بإذن الله عندي هدف وغاية في مواجهة هذا الكيان التجاري اللي للأسف قاعد يسيطر على أملاك العامة للدولة وعلى الثروة الوطنية للشعب الكويتي. عسى أن أكون أحد يعني من يجعل أو يقدم قوانين واقتراحات تكون في مواجهة هذا الكيان التجاري.